طيب نروح بقى مع حضراتكم للقطة مختلفة جدا ومميزة جدا حصلت مع منتخب تنزانيا، يعني حصلت معاه واحدة من أسرع ركلات الجزاء في تاريخ كرة القدم الدولية. إمتى بقى اتحسبت ركلة الجزاء يا حضرات؟ بعد مرور 5 ثواني فقط من بداية مباراته أمام منتخب مدغشقر ضمن طبعا تصفيات كأس العالم 2022. اللي حصل إن حكم اللقاء وهو من أوغندا اسمه ماشوت سالي احتسب ركلة الجزاء بعد كرة طويلة جدا من تنزانيا كانت رايحة ناحية المهاجم سايمون موسوفا قبل أن يتعرض لخطأ من ملفن أدريان حارس مرمى منتخب مدغشقر. واللي حصل بعد كده أن حول قائد منتخب تنزانيا إيراستو نيون ركلة الجزاء إلى هدف التقدم ليساهم في فوز منتخب بلاده في النهاية بنتيجة 3-2، وبكده بيتصدر منتخب تنزانيا قائمة المجموعة 10 للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 برصيد 4 نقاط. طبعا هو ما فيش سجل رسمي قوي حوالين أسرع ركلة جزاء في تاريخ كرة القدم، لكن سبق حصلت برضو واقعة مشابهة، سبق احتساب ركلة جزاء لمنتخب مونتينيجرو أو الجبل الأسود بعد 10 ثواني فقط من بداية انطلاق المباراة خلال ماتش ودي قدام غانا. الكلام ده حصل سنة 2014 وجاء منها هدف اللقاء الوحيد، لكن 5 ثواني يعني الماتش لسه. احنا امبارح اتكلمنا كان ثانيه فرقت في السباق، دلوقتي 5 ثواني برضه. ده لا حاجه، الثانيه بتفرق في عالم الرياضه طبعا. في حياتنا يمكن العاديه لا، بس طبعا في الرياضه اكيد تفرق في حاجات تانية.